وأخيرا رجعنا حلقة شكو ماكو أمريكا بعد غياب شهر ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. طولنا شهر طبعا، صارت لي أحداث هواية وأكيد راح أسوي عليه حلقة. طبعا تركت شغلي أعملي القديم ودخلت بشغل جديد، وبخلال المرحلة كنت مشغول وراح أسوي عليه حلقة لأنه مهمة جدا تعلموا من الحاجات اللي أنا خلينا نقول تعلمت منها. المهم شونكم، شخباركم، حلقة جديدة شكو ماكو أمريكا، وبها أيضا محتوى على كندا لأنه ويانا صديقنا العزيز زيد all the way from Canada. زيد شلونك ورمضان كريم؟ والله الحمد لله زين، شونكم، شنو أخباركم؟ طبعا طولنا احنا على مستمعينا، صارنا هواي مع سجلنا زين. خل نحكي على طول المواضيع المهمة اللي شاكو ماكو بكندا وشاكو ماكو بأمريكا. خلنا نحكي بالاقتصاد، وبما أنه إحنا نحكي بالاقتصاد لازم نعرج على موضوع الريل استيت زين، اللي هو أحد الأعمدة الأساسية بالاقتصاد الأمريكي أو العالمي أو حتى في كندا. إحنا لما نقول ريل استيت معناته إنه البيع للعقارات واستئجار العقارات. صعد الأسعار. ريل استيت. صعد الأسعار زيد. هو ليش أكو شيء مو صعد الأيام؟ كل شيء صعد. البنزين، الإيجار، مبيعات وشراء العقارات، كل شيء صعد. صحيح. يعني للأسف الشديد إحنا هنا يعني إذا أريد يعني شوية أبكي الناس اللي سمعوني بالشرق الأوسط يضحكون علي، صح لو لا؟ لأنه أوضاعهم أسوأ من أوضاع. أكيد أنا دائما نحكي هاي النقطة، هذا يكون بالعون طبعا. بس أنا أريد أحكي للناس اللي عايشين بأمريكا وكندا، العراقيين. والعراقيين يتعلمون أكيد. إيه. أي. مثل ما يعرفون هم أوردي، تروح للمحطة البنزين السعر يموت، يقتل كتل. أوكي. يعني هم اوريدي يعرفون هذا الشيء وارتفع. بس اريد نحكي انه وين متجهين، وين المستقبل راح يكون منا لهذا لبعد 5 سنين. زين. حاليا انا قاعد ادور على بيت واريد اشتري بيت. أوكي. من اخر حلقه طبعا احنا حكينا على السالفه، بعدك ادور. بعدني ادور. والله وكيلك أنا لو ما زوجتي حتى أبوي اتصل بي وقال لي بابا اشتري بيت، لأنه هذا الوقت الصحيح لتشتري بيت. قلت له الأسعار غالية، معقولة أنا يعني أكون إنسان يشتري بوقت الأسعار الغالية؟ قال لي لا it's okay اشتري هسه، لأن الأسعار راح تطلع أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ماشي. قال لي لا تغلط نفس الغلطة اللي أنا غلطتها إنه ما اشتريت بيت. أيوه. ماشي. وزوجتي الله وكيلك اللي كل مستبعيد يعني حاطه ضغط علي زين، يعني هواي زين. شنو اللي موقفك من شراء البيت؟ يعني السعر، يعني المونثلي بيمنت راح تاخذ اكيد مورجج، يعني تعرف اللي هو عن طريق البنك طبعا. هاي وحده من عندها، وحده الثانيه انه هل انا انسان على حق؟ لو إنسان مجنون أشتري أشتري بيت بالوقت اللي هو الأسعار في جهنم؟ لأنه شوف كل المؤشرات الاقتصاد حاليا بأمريكا وكندا يدل إنه راح يكون ريسيشن. أنا ما أعرف شنو كلمة ريسيشن بالعربي، بس قاعد يدل على انهيار إنه اقتصادي، يكون ريسيشن، انهيار اقتصادي كامل، ستاغنيشن. ستاغنيشن يعني لما هذا الشيء يصير معناته اسعار البيوت ترخص. مو بس هيك، اكو هواي ناس اشتروا بيوت حاليا، ها ما راح يقدرون يلقون شغل لحتى يدفعون المورجج مالتهم، فالبيت راح يصير على فور كلوجر، يعني owned by the bank and the bank will يرجع give it for البنك. even cheaper. فانا هاي مشكلتي، انا هاي خوفي زي. يعني لانه البنك اوف امريكا اليوم هسه راح ادز لك هاي الارتيكل، قال انه مؤشرات الاقتصاد راح تكون ريسيشن سون.
البنك اوف امريكا اوكي، وكل شيء بصير امريكا ياثر على كندا طبعا. شايف شلون؟ فتعال اشرح هذا الشيء لزوجتك. انا اعطيك رايي شو تسوي. طبعا احنا هاي الحكاية نحكيها طبعا، ان شاء الله المستمعين يعني يشاركونا بالاراء، لانه مهم جدا نطيب نحكي بشكل ودي ونتناقش الامور اللي تصير بالعالم. رايي بصراحه زيد انه هو ماكو بصراحه الوقت اللي نعيش به هو سيلر ماركت، يعني هو الشخص اللي هسه يريد يبيع بيت، يعني حتى لو البيت خلينا نقول يسوى 200 ألف يقدر يحطه ب 300 ألف مثل الورد ينباع 300 ل 150. المشكله ابراهيم، المشكله هنا بكندا حاليا مو مشكلة البيوت، المشكلة احنا نظامنا يسمح لكل دول العالم اوكي يشترون البيوت ببلدنا. صحيح. فهمت؟ 40% من البيوت ببريتش كولومبيا اللي هي فانكوفر وفانكوفر بريتش كولومبيا مقاطعة، 40% من بيوتهم مشترينها تشاينيز. شو يسوي بهالوقت؟ يعني إذا واحد قاعد بتشاينا عنده فلوس يشتري بيت بفانكوفر أسعار البيوت تصعد. إحنا بألبرتا معظم بيوتنا أوكي حوالي 30% من بيوت ألبرتا مشترينهم أوكي من تشاينا إنديا and أونتاريو، حتى ما عايشين هنا قاعد يشترون البيت. أوكي إذا استثمارات خلطيك مثال، أكو بيت سعر 500,000 دولار كندي أوكي، واحد قاعد في تشاينا عليه 530,000 يطوهم فوق الأفر اللي هم حاطين عليه بدون ما يشوف البيت. ليش؟ استثمار. لأن يعرفون بعدين هذا البيت راح يصير سعره أكثر وأكثر وأكثر بدون ما يشوفون البيت. صاحب البيت 30,000 دولار فوق السعر اللي هو طالبه، وهذا شيء عادي يصير. شلون انا واحد مثلي قاعد اشتغل مثل الحمار ليل ونهار هنا بنفس المدينه، شلون يعني شلون خلنا احكي لك قصه، خلنا احكي لك شيء. طبعا هذا الشيء دي يصير همنا بفلوريدا. فلوريدا يعني مقاطعه او مدينه او ستيت معروفه من ناحيه السياحه والسوالف زين. ف اللي دي يصير بفلوريدا، الناس اللي كانوا عايشين بفلوريدا عايشين على باب الله يعني يشتغلون هاي، ف يعني دخلهم محدود بالنسبة حتى كانت أسعار بيوتهم أسعار زينة يعني مقارنة بالدخل محدود مال الناس اللي عايشة بفلوريدا. اللي صار خلال البانديميك إن هواية طبعا أجوا مستثمرين، وناس من نيويورك انتقلوا، ناس من كاليفورنيا باعوا بيوتهم انتقلوا، من تكساس باعوا بيوت، يعني بحيث ارتفاع صار كبير لأسعار البيوت في فلوريدا. وهذا يعني خلى حتى الناس امثالك يعني زيد 16 في البرتا نفس الناس عندهم نفس الفرستريشن صار بفلوريدا. شوف زين؟ انا شفت البيوت، شفت البيوت سامبل على السريع، شفت البيوت بتكساس اوكي 500,000 امريكان مانشن قصر قاعد يجيب بتكساس اوكي. تعرف انت هنا 500,000 كنديان تجيب ثلاث غرف، ثلاث غرف وحمامين. مو كل الستيتات، مو كل الولايات زيد 500,000. اقول لك على تكساس فور اكزامبل. اي تكساس اي صحيح اتفق وياك. تكساس شو هسه انت تطلع اشوف 500,000 دولار امريكي يجيب لك مانشن almost like 6 rooms 4 5 bedrooms 3 full bathrooms ما اعتقد huge full backyard. شوف انت شوف بامريكا، بس احنا هنا كندا اوكي حاليا قاعد نتهمش، قاعد ياكلون العالم من برا كندا. فلذلك الحكومه الامريكيه الكنديه هسه اعلنت انه ما راح يخلون اي فورين بايرز ان ذا كنديان ريل استيت. زين خلينا نحكي على هذا الموضوع. ما نقدر خلينا نحكي على هذا الموضوع. هذا طبعا اعتبر طبعا هالحاجات صارت تحت الحكومه، والحكومه خلينا نقول بدها تتدخل هسه، رفعت الانترست ريت وايضا صدرت هذا القانون انه يابا ما يجي واحد من برا بعد يشتري شو ما كان، اكيد اكو eligibility وكواليفيكيشن. لكن خلينا نحكي بصراحه وراح احكي لك قصه وراها، ما اتوقع انه هذا القانون راح يغير من هواي حاجات. خلينا نحكي لك قصه، هواي هسه حاليا بيوت معظم البائعين البيوت يقبل، يعني لو يتخيروهم بين بنك لو كاش يختار
اختار كاش صح ولا لا؟ لأسباب هواية طبعا بالتاكس والسوالف هاي. فهواية اللي يريد يبيع بيته هسه ياخذ يعني يجي له مثل الورد يجي له كاش ياخذ الكاش ويعوف هذا أصحاب القروض يعوفهم. ف خلنا نقول لك ايش صاير. فحتى هذول الناس اللي أصحاب القروض هم قالوا أنا بالله شلون أشتري إذا أنا ما عندي كاش. فأكو طلع الشركات برايفت زيد تعطي كاش. يعني إذا أنت عندك قرض تشتغل وياهم يروحون they represent you as a cash buyer. يعني يحولوك من صاحب قرض إلى صاحب كاش. يعني أكو خلنا نقول أكو دائما ترهيمات. فهاي نفس الشيء أتوقع راح يصير بالقانون اللي صدر من كندا عن الناس اللي جاي من الخارج. أنا ما إحنا ما عندنا مشكلة قصدك. لا افتهمت قصدك. أنا ما إحنا ما عندنا مشاكل باللوكال إنفستمنت. عندنا مشاكل أنا بدي أحكي لك إنه أكو ترهيم راح يصير من برا الناس قاعد يشترون بيوت. مو هذا إيش راح يصير؟ راح يصير في الشركة برايفت لوكال راح تفتح المجال للبرة للناس بس تأخذ طبعا عليه انترست ريت. يعني مثل هذا اللي بالصين اللي يشتري هذا البيت قلت لي عليه ب 530 ما راح يقدر خلينا نقول بسبب هذا القانون لكن يقدر يشتغل بهاي البرايفت كومباني بحيث تصير هي لوكال كومباني تشتري هذا البيت ب 530 از يس ذاتس فيري سمارت يس مو هو هذا اللي بيصير هذا يعني اللي بيصير يعني باي باس قانون باي باس قانون يا لوب هول بالضبط ثغره بالقانون صح اي بس اكو ثغرات بالقانون هواي صحيح صح كلامك زين فأنا أشوف أنه هذا القانون اللي صدر من كندا ممكن يعني يخوف بس ما أتوقع أنه بالعكس أنا يغير من صح أتوقع صح. بالعكس it's an opportunity for people حتى like you. هسه ممكن تفتح هسه private company مال real estate تقول يا بتعالوا أنتوا اللي برا تشترون بيت تعالوا عن طريق شركة زيت وتشرجهم صح, صح صح كلامك فهذا بس أعتقد بس شوي يخففها الموضوع لأنه أكو هواي ناس يعني مثلا عائلة ما تعرف أي شيء عن قانون كندا ما يعرفون يروحون مثلا الشركة يشترون من خلالهم البيت على القليلة يخفف من الموضوع بس مع ذلك ما راح يكون تأثيره واضح إنه for at least another five years خلنا أقول لك شغلة زي لما نحكي على البيوت وريل استيت لازم نحكي على الاقتصاد هواية ناس سحبت فلوسها من مكانات هواية لأن الفلوس عبارة عن أوراق شئنا ما بين الفلوس ما دام تنطبع عبارة عن أوراق ما لها ميزانية ذهب ولا مكيال ولا أي شيء ولا إلها فالناس يقول لك أنا ليش عندي أوراق بالبنك اللي إلها ما لها قيمة صارت إنفليشن يعني الدولار قيمته بعد مو مثل نفسه ليش ما أحطها بالريل استيت يعني أحطها بالريل استيت فلذلك الإقبال أور ستوكس صحيح yeah. بس الإقبال على الريل استيت كلش يعني كبير لو قيمة الدولار ترجع لو اقتصاد شوي يتصلح واي ناس ممكن هذول الانفسترز يبيعون ريسك لا ايش يسوي ريسك انا رجال بزنسمان ريسك ما يسوي شيء بس لانه خلي يعني بس لحظه عن اذا يلا. اوضح كلمه اذا اوضح شغله لانه الناس ما عايشين هنا ما يعرفون هالشيء خلال الجائحه كورونا الحكومات مال امريكا وكندا وغيرها من باقي الدول اطوا فلوس للبزنسز اللي راح يخسرون فلوس هواي بسبب الجائحه من 2020 إلى 2021 إلى حد الآن بفلوس ببلاش هذول الناس أوكي وهذول البزنسز اللي قاعد معظمهم ببلاش لأنه they are essential forgiveness loan هسا حتى أنا أخذت loan بس مو forgiveness أوكي مو forgiven I still owe them بس قالوا لي إذا تدفع هالمبلغ من عنده الباقي مسامح أوكي ماشي يعني أعطيك example إذا طول مثلا قاعد يطول مثلا طول السمول بزنس في كندا 30,000 دولار قالوا لهم إذا دفعون 20,000 10 خلال 5 سنين العشرة ببلاش ماشي هواي بزنسز أخذوا هيج ديلز وأحسن أكيد أكبر وهذول البزنسز من يعني ناس مثلي own them so هذول الناس كلها صار عنده فلوس هواي شو يحطونها يحطونها بالبنك طبعا لا يا يشترون سيارات طبعا cool. هذا الحمار غلط ذهب ال- 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 الاستثمار بالستوك ماركت نحكي بالسيارات بعدين ايه اوكي بالستوك ماركت اور يعني بيوت مثلا مكان تأجره لمحلات كلها عنده فلوس
فلذلك الانفليشن صار غالي جدا لانه اكو هواي فلوس and low demand low supply اي بالضبط يعني بالضبط كلامك صحيح. بس انا اشوف اذا اذا اريد اعطيك نصيحه اول شيء يعني انت شوف نفسك انت بخلال 10 سنوات جاية وين راح وين باي مدينه راح تكون عايش بغض النظر يعني ايش قد اسعار البيوت. انا اتوقع انه انت افضل حل تسويه اذا انت شفت بيت مريح لك وعائلتك وتقدر تدفع له كل شهر اتكل على الله. ليش؟ لانه انت ما عندك علم الغيب ما راح تعرف ايش راح يصير بعدين، ممكن تقل، ممكن تسوي ريفاينانس. هو هذا الشيء مو بيدي الاكسبنس ابوي قاعد يضغط علي وش قاعد لا انا اقول لك زين يسوي اذا شفت بعد. اذا شفت راح اشتري بيت مو انا اريد هيجي بس على مود يسكتون حتى لا 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 شوف تو ماتش بريشر زين خليني اقول لك شغله. شوف انت البيت اول شيء اكويتي، يعني انت راح تدخل بيه وتحط بيه فلوس تصير اكويتي عندك، هذا اول شيء. ثاني شيء اذا احنا نظل نبقى ننتظر والله احتمال اقتصاد كذا ولا كذا، انت هذا عمر، هذا اكسبنس اوف تايم، يعني هذا الى ايضا كاست التايم الى كاست. صح صح فانا اشوف انه تتكل على الله. اذا شفت بيت طبعا شوف ماكو، شوف البيت اللي عجبك والبيت ترتاح بيه ما له سعر، خلاص اتكل على الله بيه. هو بالنهايه مو خساره لانك تحطي بالبيت يرجع لك. صح هو ولو انه الاسعار يعني لذلك كل العالم خايفه كلها قاعد تشتري الله وكيلك إبراهيم. هنا الانفنتوري مال البيوت نزل حوالي 500% بإدمنتون. يعني إذا تريد تلقى بيت للإيجار صعب، في تلقى البيت تشتري صعب، الانفنتوري نزل هواي، إيجارات غالية، لأنه ماكو واحد ما اشترى. تعرف أكو تقرير ماستر، تعرف اكو تقرير بفلوريدا، طبعا فلوريدا عليه طلب عالي كلش. تعرف بفلوريدا طلعوا تقرير انه اكثر من ما ادري قد والله 30,000 بيت فارغ، هذا دليل على انه اشتروا بيوت وخلوها ما يعرف ايش يسوي، يأجروها بعدين ولا كذا، بس انه اكو هوايه نسبه بيوت مشترات لكن فارغات، هذا دليل على انه اللي اشتروه. احنا عندنا نفس الشيء، نشتري البيوت قاعدين فارغه. ليش؟ لأنه أكو ناس من تشاينا وإنديا وإندونيسيا وماليزيا قاعد يشترون بكندا. أوكي investment investment حتى شنو بعدين يحطون شركة property management تأجر لهم البيت and they يقبضون بالنهاية. بالضبط. لأنه مثلا Edmonton يعني واحدة من cheapest أرخص مدن كندا للبيوت. بس تعرف شنو إبراهيم؟ إحنا ثاني مدينة بكل كندا that has the most sunshine throughout the year. وين أكو شهر sunshine؟ كله ثلج يا معود، يعني خذك ثلج وشمس وسانشاين. إيه بس يعني أنت فرحان بالله، شلون تسوق أنت وشعورك وعيونك وضياء إضاءة على الثلج؟ الله كلك دائما لابس هاي النظارات ما يشوفوها طبعا. واي واي طبعا النظارات مال ميتريكس طول السنه. واول مدينه بكل كندا it has the most sunshine كالجاري. هل هذا الشيء يعني مفرح بالنسبه لك؟ هو هذا الشيء صراحه ما يهمني، انا احب الشمس تحسسني بالحياه positivity. بس يعني معظم السنه احنا ناقص 20 ناقص 30 بدرجه الحراره ما شاء الله. اوكي اوكي سو يعني لازم يهتمون بينا اصلا. الله وكيلك احنا الناس الساكنين ذاله اللي تتعدى بست اشهر لازم يدفعون حتى تضل هنا. انا متفق وياك، أنا متفق وياك. يعني اشوف طبعا الوضع بكندا يختلف مره، يعني متشابه نوعا ما على امريكا من ناحيه الاقتصاد، لكن اشوف انه اداره كندا تبقى بطيئه، امريكا متذبذبه. يعني هسه ممكن تلقى هوايه اكو حلول واكو ناس تنزعج من بعض الحلول اللي تطلع، لكن اكو تغيرات دائما، وتغيرات لما تصير تغيرات سريعه، فهذا الفرق. زين وتعرف امريكا لما يصير في شيء يعني معظم الدول تتغير وياها. المهم مثل ما قلت لك عن إبراهيم، البنك of America قالوا خلال the next 2 years we have strong signs إنه راح يكون في recession. تهمت؟ and المشكلة بالrecession ما راح يأثر على الناس اللي اشتروا البيوت حاليا،
لأنه they are locked in on a certain interest for 5 years. بس أكو ناس راح يتأثرون بالريسيشن لأنه ما راح يلقون شغل, فما راح يقدرون يدفعون مورجيج, سراح يخسرون بيتهم foreclosure, ينحجز عليه لأنه مرهون بالبنك, يكون عليه أكو هواي ناس راح يكون عندهم foreclosure. ليش تتوقع راح يصير ركود بالاقتصاد وريسيشن؟ طبعا اذا صار ركود يعني خلينا من الناس المستمعين بس بامريكا وكندا, انما عالميا راح يصير هذا الوضع. طبعا اكو حرب, اكو هوايه امور تصير بالعالم. يقال طبعا الصين, يقال ان هي دخلت الريسيشن, يقال ان اوروبا على ابواب الريسيشن, لكن ليش تتوقع امريكا, وش وقت تتوقع امريكا تصير بها الريسيشن؟ اوكي اكو شو العلامات؟ لازم من أوشي نترجم كلمة ريسيشن للمستمعين بالدول العربية. انهيار ركود اقتصادي, صح؟ 100%. ليش راح يصير عندنا ركود اقتصادي؟ أوكي, واحدة من الأمور الحكومات اللي حاطينها إحنا هسه بكندا وأمريكا, السياسة مالتهم جدا صعب إنه نحطها right away, يعني رأسا اوكي لحتى تشتغل. واحده من هالمشاكل اللي هي انه يريدون يحافظون على الطبيعه والانفايرمنت, ان ريتيرن انه نخفف استعمال الاويل البنزين, نخفف اصلا مو بس هيك, نخفف اكل اللحم لانه البقر برديوس ا لوت اوف ميثين غاز. اوكي, many things they want to do that تخفف من حياتنا الطبيعية اللي كنا عايشينها قبل 3-4 سنين, قاعد يحطون هذين النظام والبوليسي علينا like right away without يعني balances, without a balance. فلذلك واحدة من هالأمور. والشيء الثاني مثلا هسه شانغهاي بتشاينا حوالي يعني حوالي شي 100 مليون شخص in lockdown in Shanghai لأنه عند China zero COVID policy, so everybody's locked down. ماشي, بس إحنا China معظم أغراضنا تجي من China. شو راح يصير؟ عندنا supply chain مشكلة, راح يصير supply chain problem. Problems, yeah. ماشي, زين روسيا طلعت من الـ oil international oil trade, يعني بعد ما 10% بس روسيا دخلت ريسيشن من الـ oil. No. حاليا الروبل رجع better than before the war. ليش؟ لأنه روسيا sells كل الـ oil مالتهم الـ أوروبا they want the green and they don't have no oil exploration, they don't even have nuclear power. لأنه Angela Merkel shut down most of Germany's nuclear power and oil exploration, and they depended on a pipeline from Russia that was about like 2 years ago. ارتفاع كبير وحاد في روسيا حاليا في يعني الشغلات العادية الناس تشتريها بالخضرة والأكل وهاي الحاجات الأساسية, ارتفاع حاد في روسيا حاليا ما راح يأثر لأنه لحد الآن إنديا تشاينا they're all trading with روسيا, ما لهم علاقة بأي ريسيشن ولا عفوا بأي حصار على روسيا, ما لهم علاقة, ما قاعد يسمعون لمطالب بس ماكو سبلاي تشين ايشو همنا بنفس الشيء بروسيا, يعني بس بامريكا اكو سبلاي تشين, سبلاي تشين بروبلم موجوده بكل العالم. اكزاكتلي بس امريكا the biggest economy in the world, ليش هم they are so fragile and they are affected by that? Why? Because the policies اللي يريدون يسووها انه green, everything green, يعني no fossil fuels, everything electrical, سيارات كهربائية, windmills, طواحين, طاقة شمسية اللي تسوي. فلذلك قاعد لأنه أي شيء يصير بأمريكا يأثر على باقي العالم, فلذلك إحنا راح يكون عندنا recession لأنه ال environment, ال policy مع الحكومة it makes everyone nervous
to invest into anything that is against the green agenda. يعني تخيل أنا بأمريكا حالياً، أوكي، أريد أروح أفتح معمل مال بلاستيك. ماشي؟ تعرف how much red tape they have on someone like that؟ لأنه they are green. They don't want to do that. They want to go with cardboard for straws. They don't want a plastic straw. Hey, all that policies, يعني تأثر على الإنسان to invest in that because it's like scary. Okay, I'm gonna راح أروح. Okay, let me tell you something. إذا أعلي بالoil business. And I took a permit, مو permit, lease, إنه خليني أروح أدور بهاي المكان للأويل. Okay? You need so many permits and you need to cut so many regulations and go through so many courts to even build a road to get to this area to explore for oil. And وحتى وهاي regulations and red tape in there because they don't want oil, they want green energy. زين خلنا شي نرجع هسه مثلا اكو سيرفي انه 81% احصائيه 81% من الامريكان الادلتس يعتقدون اكو راح يصير ريسيشن او ركود اقتصادي بنهايه هاي السنه. زين نحكي على الاسباب اكثر، يعني حكينا على اللي تحكيت عليه، نحكي أسباب ثانية. طبعاً الانترست ريت مهم شيء جداً، هذا الحكومة تسيطر عليه حالياً، صاعد 5%، ممكن يوصل 7 إلى 9 إلى 10، وهاي طبعاً حاجات صارت حتى في 2008 2007، شفنا هذا الشيء صار، ولو إنه الاختلاف الوضع كان يعني مو نفس الوضعية، كانت اختلاف اللي صار طبعاً بين هاي السنوات. لكن supply chain issues قلنا، ارتفاع حاد ايضا باسعار كل الحاجات لانه اكو سبلاي تشين ايشوز، الناس يعني خلينا نقول اكو عده فير. زين فليش تتوقع يعني وايه ناس يعني 81% من الامريكان يتوقعون راح يصير ريسيشن بنهايه السنه؟ تتفق وياهم زيد؟ يعني انت عندك انه احساس؟ طبعا هو ما حد عنده يعني خلينا نقول كريستال بول، ما حد عنده يعني ما يعرف، ما يحتاج ابراهيم كريستال بول. كل يحتاج انه اقعد ويا عائلتك around الدينر تيبل واحكي. اذا تروح للجروشري ستور الاسعار غاليه، اغلى. اذا تروح للبنزين الاسعار أغلى. غاليه. اذا تريد تستاجر الاسعار غاليه. اذا تشتري، اذا تريد تعيش الاسعار غاليه. كل شيء غالي. الناس قاعد يشوفون هذا الشيء، ما يحتاج لا اخبار لا حكومة تقول لنا عكس هذا الشيء، احنا قاعد نشوفه بعيوننا. بس تعرف كندا وامريكا عندهم، اسمعني ابراهيم، كندا وامريكا عندنا natural resources. شنو معناته بالعربي؟ موارد طبيعية. عافية. عندنا هواي ترجمة على السريع الامور. اوكي، عندنا هواي natural، عندنا the rare minerals، عندنا بنزين، عندنا اويل، معادن، كل شيء عندنا. بس لانه يعني للاسف الشديد حكوماتنا يريدون يصيرون يعني بدل ما ياخذون سياره ياخذون حصان، بدل ما يدفون البيت حطب ونار. يعني صايرين لهالدرجه احنا هاي حكوماتنا. اوكي، بس العالم منتبه لهالشيء، فلذلك راح يصير تغير جذري بالحكومات الغربية. احنا كغرب، اوكي، انا احب كندا واحب امريكا، اوكي، احنا كغرب ما المفروض نكون هالقد فراجايل، ها؟ يعني بسبب والله روسيا راحت حرب ويا دولة ثانية، ما المفروض تكون هالقد توابع حرب يعني ضعيفين؟ توابع حرب. مع ذلك إبراهيم، أكو سياسة، مع ذلك إحنا عدنا natural resources unexplored.
تعرف الأنوار in Alaska for أمريكا، تعرف جد بيها oil؟ إيه؟ like it could it, the oil بالأنوار in Alaska it got approved under Trump. ها it has enough oil for the next 100 years for the entire world. جن عربي. مدينة أنوار بألاسكا، مقاطعة ألاسكا أو ولاية ألاسكا، فيها بنزين يكفي العالم 100 سنة لقدام. بس ليش ما طلعوا؟ بس إحنا ليش إحنا طبعاً الكونغرس وافق عليها، بس إجا الحكومة الثانية ها شالوها من الموضوع. ليش ما وقع عليها؟ لأنه بيها دببة، بيها هذول السي لاينز، وبيها بطاريق، وخايفين عليهم. يعني شوف، تصدق لو تصدق، انت تعرف اكو هواي امور بامريكا. مثلا اذا بتيجي تبني شارع من مكان لمكان، اذا لقوا بيطير عايش هناك رير طير، ما خلاص ماكو بعد، ما يطوك الابروفل انه تبني شارع، لانه اكو طير عايش بهالمكان. لأنه إذا تريد تسوي هذا الشارع it goes, تروح خلال غابة، يعني أوكي لازم تشيل أشجار وتبلط. بس إذا لقوا طير يعني رير، هو يعني شنو الرير؟ يعني إذا موجود من عنده مليون بأمريكا معناته رير للإنفيرمنتال جروبس، فما يطوك البيرمنت to build the road. ما أتوقع لهالدرجة. أتوقع صحيح إنه بعض المناطق، بس أكو يعني إذا يريدون يمشون هذا القرار بلاسكا يمشوا، يعني أكو مناطق هواية ما له دخل يعني بالدببة والسوالف. أوكي أنت تعرف هسه حاليا بألاسكا they have one congress seat the biggest in history in candidates 50 people are running for that seat in Alaska. Did you know that? يعني ألاسكا عندها مقعد واحد بال بالكونغرس الأمريكي، حوالي 50 شخص قاعد يرقدون وراء هذا السيت، أكثر من أي مقاطعة بأمريكا كلها. ليش بالله ذكرنا؟ ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه ألاسكا مليانة natural resources. موارد طبيعية أكيد. يعني ما نبيعها مرة ثانية ألاسكا لروسيا، نرجعها؟ هي ألاسكا أصلاً تتبع لكندا، وباعوها كندا خلال الحرب العالمية الثانية، كان عركة عليها الكولد وور، الحرب الباردة بين أمريكا وكندا، بين أمريكا وروسيا. أيه. باعوا كندا ألاسكا أمريكا لحتى يكونون أقرب لروسيا. زين، تتوقع نهاية السنة يصير شيء ركود اقتصادي كبير وهائل؟ لأن احنا شفنا ب 2020 طبعا، خلنا نتذكر اللي صار. 2020 paused. احنا 2020 اجت الزومبي فيروس، كلنا يعني كلنا كنا خايفين وخاتلين. 2021 بدينا يعني خلينا نقول نتحرك ونعيش سنه 2020 وتوابعها. زين، 2022 اللي احنا بيها هي السنه اللي بيها الاكشن اللي بيصير. فاتوقع انه الاكشن راح ياخذ مجراه بنهايه السنه اكيد. يعني ما اتوقع، يعني ما الافوردبيلتي اكو حاجه مهمه جدا لما نحكي مثلا ريل ستيت، نحكي هاي الامور المعيشه مع الافوردبيلتي، كلش مهمه جدا للافريج امريكان او الافريج كنديان، حتى بالعالم. زين، اذا الانسان اوكي بالحلقه الجايه ابراهيم راح اخذ لك بهالموضوع زين بالديتيلز، انه ايش راح يصير بنهايه هاي السنه. هذا السؤال جدا طويل ومعقد ويحتاج تفكير. زين، أطينا توقعك على السريع ونحشي بالتفاصيل الحلقة الجاية. نهاية السنة 2020 شنو رأيك على السريع؟ توقع. شوف، ما راح أقول لك توقع، بس راح أقول لك شغلتين كل من راح يحبها. بنهاية هاي السنة أول شيء بنوفمبر وديسمبر اللي هو شهر 12 وشهر 11 و12 عشان شغلتين مهمات. أول من واحدة من عندهم كأس العالم. الله. ثاني واحدة من عندهم بالنسبة إلي شخصياً انتخابات أمريكا للكونغرس والسنة. أوكي، هاي ممكن إلها توابع. واللي راح يصير بهذا الانتخاب راح يغير كل شيء. زين، على العموم. شكراً.
طبعا شكرا جزيلا صديقنا زيد، طبعا اكيد تونسنا ونحكي باقتصاد مهم، حاجات مهمة جدا في امريكا وكندا. نشوفكم بالحلقة الجاية، لا تنسون الاشتراك والسبسكرايب واللايكات، تتركونا الاسئلة. شكرا، مع السلامة.